على هامش انعقاد المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي تحت رعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء، عقدت صباح اليوم ورشة عمل متخصصة في مجال ترشيد الإنفاق الصحي، وذلك بتنظيم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة. وهدفت الورشة التي جمعت أكثر من 300 مشارك من القطاع الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج للتعريف بنظم التمويل الصحي في دول المجلس وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة تحديات الإنفاق الصحي المتزايد والعمل على إيجاد الموارد الصحية البديلة لترشيد الإنفاق الصحي، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الطبية في مجال ترشيد الإنفاق الصحي. وأوضحت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن محاور الورشة تمثلت في موضوع الإنفاق الصحي بدول المجلس والتحديات التي تواجهها في ترشيد الإنفاق الصحي على الدواء وعلى الخدمات الصحية، كما تناولت الورشة عرضا للتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في ترشيد الإنفاق الصحي، كما شاركت مملكة البحرين بورقة حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. من جانبه قال سعادة الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون أن مخرجات ورشة العمل هذا سوف تساعد في إعداد إطار عام للاستراتيجية الخليجية لترشيد الإنفاق الصحي ووضع الآليات والسبل لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال ترشيد الإنفاق الصحي والاستخدام الرشيد للموارد الصحية المتوفرة، كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع حول الاستخدام الرشيد للخدمات الصحية للأدوية. الهدف منها هو مناقشة جميع الأمور التي تتعلق بالإنفاق والتمويل الصحي في دول المجلس والتحديات التي تواجهنا في مجال ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في دول المجلس في هذا المجال، على سبيل المثال ترشيد الإنفاق في الأدوية، ونشوف تجارب دولنا في دول الخليج ماذا عملت لمواجهة هذه الأمر. إحنا في مجلس الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة في البحرين بتنظيم هذه الورشة على الإنفاق الصحي. هدفنا من هذه الورشة أننا نحضر الخبرات العالمية من منظمة الصحة العالمية ومن مراكز الخبرة في بعض الشركات الخبرة الكبيرة زي استراتيجي أند راح تشارك معنا. كذلك نطلب من دول مجلس التعاون مشاركة بخبراتهم من ناحية الإنفاق الصحي، كيف طريقة إرشاد وتوزيع الإنفاق على الأماكن المخصصة لها ليعود بالعادة الأكبر والأمثل إن شاء الله لها. نقدر نتطلع على ما هي العيوب اللي ممكن تكون موجودة في نظام التمويل الصحي التي يجب العمل عليها من أجل ترشيد الإنفاق على القطاع الصحي. احنا بنعرف في دول مجلس التعاون في إنفاق متزايد على الخدمات الصحية، وهذا الإنفاق المتزايد ممكن ما يكون في عليه ديمومة واستدامة من ناحية التمويل، وبالتالي يجب التطرق إلى البدائل والوسائل التي تحد من هذا. ممكن يكون في بعض الأحيان هدر في هذه الموارد، ففي عندنا أساليب اقتصادية وأساليب تمويلية من أجل ترشيد الإنفاق في المنظومة الصحية.